كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بالنسبة للمقررات هذا العام صادقوا على فرنسا التعليم، واغلبيه المقررات تقريبا 50% ديال المقررات تبدلوا، يعني ما كاينش شي مقرر، اغلبيه المقررات ما كاينينش، يعني كاين مقررات قدام اللي خلاوهم، وكاين مقررات جداد اللي ما كاينش، تقريبا اغلبيه ديال 50% خلاوه. حنا في السوق الكبير في سلا، شنقول لك خويا، حنا كنعاونوا المواطنين لان كنجيبوا الكاليتي اول حاجه، وكنديروا اثمنه مناسبه، ما بيد والكاليتي الناس عارفين فابير كاستيل، وما كنديروش اثمنه باهظه بحال المكتبات. حنا ناقصين ان حنا حافين، يعني حاطين في الارض وحاطين، يعني ماشي في حانوت وداكشي، وحنا راه ماشي ما كنحطوش ديما، يعني عندنا واحد الشهرين ديالنا كنحطوا فيها وكنتعاملوا في الاثمنه، البري ديما حنا ناقصين، يعني حنا ما كنزيدوش على المواطن وما كنبيعوش بثمن المكتبه. والحمد لله شنقول لك، حنا بالكليان ديالنا، يعني اللي عنده شي كليان كيجي عنده، والحمد لله كنبيعوا هاد الشهرين بخير، وكنتعاملوا مع المواطنين والحمد لله كنبيعوا بخير وعلى خير. مقرر جديد كاين موجود، كاين هنا في المدينه القديمه، اي هو كنبيعوا كتبه ديال الناس ديال بريفي جديد، وكنقصوا فيه في الثمن حتى 25% 20%، كنقصوا على المكتبه حتى 20% 35%. كاين عرض كبير، كاين اقبال بزاف، دابا الناس ولاو كيتجهوا للناس هنا بزاف، كيجيو للسوق حيت عرفوا حنا كنبيعوا جديد بالثمن، زعما كنرقصوا فيه في الثمن، كنرقصوا في الثمن بزاف على الجديد، وحتى على المكاتب. انتم كيف ما كتشوفوا هو السوق عامر، هنا كاين الشكاير، كاين الثمن جد مناسب، كاين الدفاتر انتم جد مناسب اللي هو اقل على المكاتب ديال المكاتب اللي حداكم. قرار ممتاز، خصوصا في واحد المؤسسه خاصه، عندنا مقرر ممتاز، والتلاميذ عندهم تحصيل ممتاز. الاثمنه في المتناول. الاثمنه ديال المقرر في المتناول. انا مع اللغات الحيه كامله، يعني التعليم يكون بالفرنسيه بالانجليزيه بالعربيه مزيان. انا خريج ديال التعليم العمومي، انا ما كرهتش التعليم العمومي ينافس التعليم الخصوصي. الاثمنه مرتفعه بالنسبه مسكين اللي ما عندوش، وبالنسبه عندي ثلاثه الوليدات صراحه، يعني هذا الدخول المدرسي كيتقام علينا مكلف بزاف. عاد طلعت على المقرر مزيان، انا بالنسبه لوليداتي كيقراو في مدرسه بريفي، يعني الثمن ديال المقرر، لا الثمن مرتفع جد مرتفع، و والله العظيم لما عندي ثلاثه الوليدات دابا 3500 درهم، وباقي مازال خصني ناخذ شي مطابيع وشي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.